مع الخير مرة ثانية على كل مشاهدي شاشة سودانية 24 وبالتحديد برنامج صباحات سودانية، وتحية لكل الناس اللي بتسمعنا عبر إذاعة السودانية 24 93.6. من الموضوعات اللي دائما بنسلط عليها الضوء في برنامج صباحات سودانية اللي هو موضوع المبادرات والأعمال الطوعية. اليوم معنا مبادرة سواعد الخير، حنتعرف على المبادرة وحنتعرف على أهدافها والنشاطات اللي بتقوم بها. وأسعد جدا أن يكون ضيفنا في الاستوديو اليوم يوسف عبدين السكرتير الإعلامي لمبادرة سواعد الخير. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك. يا ريت يا يوسف يعني يكون همنا البيئة والمحافظة عليها، وكيف نقدر إحنا يعني نستغل أمكن يعني نستغل الإمكانيات البسيطة بأن نقدر نحافظ على البيئة. فموضوع مبادرة سواعد الخير جات من فكرة وفكرة مختلفة، فيا ريت نسمع على لسانك فكرة المبادرة جات كيف. والله في البداية فكرة المبادرة كنا إحنا كشباب بنطلع قوافل كثيرة مع منظمات، فقعدنا كده مع بعض قلنا ليه ما نعمل إحنا مبادرة بنفسنا كده وما ننتظر المنظمات أصلاً إنه تدعمنا مثلاً أو يعني تخلينا إنه تطلب مننا ككادر طبي إنه نحنا نجهز وكده. نحنا نكون جاهزين بأي حاجة، بالعدة بتاعتنا، بالماتيريال بتاعتنا، في أي وقت أي منطقة احتاجت لنا طوال نلبي النداء. فقعدنا كده زي 4 أو 5 طلاب معنا طبيب، فاقترحنا الفكرة دي. القائمين على المبادرة دي اللي يعني كلهم دكاترة صح؟ أيوة معهم الطلاب، طلاب من مختلف الجامعات. فقلنا ليه ما نعمل المبادرة دي ونساعد الناس ونكون يعني عملنا حاجة كده زي ما مكتوب في الاسم الخير. سواعد الخير. أيوة سواعد الخير. في نفس الوقت نكون يعني قدمنا حاجة كويسة للطلاب، إنه مثلا يتدربوا كويس، يكون يدهم كده اشتغلت كويس برضو في المجال. فبس دي كانت الفكرة من البداية. طيب يعني الفكرة بتاعت المبادرة اللي هو مساعدة من مجموعة من الأطباء بحيث إنه يقدروا يساعدوا بالحاجة اللي بيقدروا عليها. أيوة. فالبداية بتاعت المبادرة كانت 200 أو ضربة البداية الفعلية كانت 200 للمبادرة؟ ضربة البداية كانت بداية شهر 5، الفكرة كانت نهاية شهر 4. أول ما بدينا كان طلعنا يوم علاجي أو قافلة في الجزيرة منطقة اسمها السيال. أيوه. دي كان أول يوم مشينا فيه قافلة. من الأهداف الخاتنة إنكم مثلاً تحققوها شنو؟ يعني من خلال يعني المبادرة دي والرسالة اللي دارين توصلوها ذاتها من المبادرة دي شنو؟ والله يعني زي ما مكتوب برضو في الاسم سواعد خير، لأن يعني المجال بتاع طب الأسنان ده ذاته يكون كله خير. لأنه زي ما شايفين حالياً يعني معروف مجال طب الأسنان غالية جداً. أيوة بالضبط كده. عشان كده نقول يعني للناس كون إنه بتعملوا عيادات وكده في نفس الوقت الخير برضو تقدموا في المناطق الثانية اللي ما فيها عيادات وما فيها أي حاجة. وأنا متأكد إنه في كوادر طبية برضو يعني في مجال الأسنان أول ما تقول لهم إنه في يوم علاجي حتى لو هو شغال في عيادة أو في قافلة طوالي بيمشي. طيب يعني من الحاجات اللي بتقدموها أنتم كمبادرة بالتحديد يعني في مجال طب الأسنان شنو؟ والله عندنا في أصلاً في المبادرة ذاتها عندنا مكتب بتاع تفخيم صحي. حلو. فلما نطلع يوم علاجي أو قافلة بيكون المكتب ده مختص بالتثقيف الصحي أو عادي. غير كده بيكون في اللي هو مثلاً العلاج اللي هو القلع بتاع الأسنان. النظافة برضو من الحاجات دي. بس دي الحاجات اللي نقدر عليها حاليا، لكن اللي قدام ان شاء الله صح. من المعروف كمان يا يوسف يعني الادوات بتاعت الاسنان غاليه جدا ومكلفه، فانتوا كيف بتقدروا تشايلوا او خلينا كيف بتقدروا تغطوا من ناحيه كل مره من متحركين من الخرطوم لمنطقه او الغافله متحركه من الخرطوم، فكيف بتقدروا تتعاملوا مع الحاجات دي؟ والله هي في البدايه اول ما قمنا بالحاجه دي طبعا كنا محتاجين عده طبعا للمجال، فكوننا التيم العضويه دي واقترحنا انه يكون في شيرات بيناتنا. حلو. يعني تقريبا زي 28 طالب و4 دكاتره، قررنا انه نعمل شير نجيب الماتيريال اللي ونشتغل بهم، لكن برضه قروش نقصت لانه الحاجات دي كانت غاليه صراحه. لكن برضه في ناس فعلا خير ساهموا وقدموا برضه جزاهم الله خير. دي في البدايه. ثاني لما نطلع نقوم نطلع ايام علاجيه او قوافل ناس المنطقه ذاتهم بنشترط عليهم حاجه، نقول لهم بس دارين ترحيل
دي الحاجه الوحيده اللي ما بنقدر عليها. الماتيريال والحاجات اللي بنستخدمها في يوم في اليوم العلاجي بنتكفل بها احنا برضو بشير. كل يوم علاجي بنعمل شير بيناتنا نشتري الحاجات ونقطع. الحاجات دي شنو مثلا اذا كان حاليا في زول ممكن يتابعنا بيقدر يساعدكم بها؟ الحاجات اللي دائما بتشتغلوا بها شنو؟ يلا الحاجات اللي دائما بنشتغل بها وبتكون يعني صعبه انها تكون مكلفه يعني اللي هي الانستيزيا المخدر. نعم. غير القفازات والماسكات والليبر بتاعت الانستيزيا ذاتها. ثاني في الحاجات المختصه بطب الاسنان زي الاكياس بتاعت التعقيم. حاجات زي دي كده. في يعني اثناء المرحله الجامعيه بالتحديد بنلقى ان مجموعه من الطلاب يعني بيقبلوا على مساعده الغير، يعني الناس البسيطين من خلال العيادات اللي بتكون في الجامعه. يعني هل انتم عندكم الدور ده برضو من ناحيه الجامعات زي ما ذكرت انت في بدايه حديثك انه المجموعه او المبادره فيها عدد كبير من الطلاب من مختلف الجامعات؟ صح. فشنو الدور اللي بيقوموا به؟ يلا في اخر سنتين السنين اللي فاتت دي كان في مشكله بتاعت الثوره، المشكله بتاعت الكورونا خلت الجامعات انها توقف مثلا الجانب العملي. ففي جامعات كثيره طلابها بيكونوا يعني الجانب العملي ده ما قاموا به. الا الان حاليا بدوا ياهو حبه حبه الجامعات بدات تبدا تطلع الطوافي والايام العلاجيه ثاني ترجع للحاجه دي. في جامعات برضو بتطلع ايام علاجيه بتدعم برضو. وعلى فكره احنا برضو يعني المبادره بتاعتنا دي يعني اي جامعه طلابها ما قادرين يوفروا العده بتاعت الايام العلاجيه احنا برضو ممكن نوفرها لهم. ده بالنسبه للطلاب اللي بيدرسوا في الجامعات. ايوه في جامعات ما بيقدروا يطبقوا العملي. ايوه في جامعات دارين يطلعوا مثلا يوم علاجي او قافله الجامعه بتاعتهم ما بتوفر لهم. فاحنا ما خطوه جميله. أيوة. منكم والله ما شاء الله. طيب على نفس الموضوع ده او على نفس النقطه دي، مجال طب الاسنان مجال كبير جدا، فهل بالضروره يعني لازم يكون في يعني الجانب العملي اكثر من الجانب النظري؟ لا الاثنين بيكفوا بعض، لازم يكون في جانب نظري اكثر. لانه عشان انت ما هتقدر تشتغل في الجانب العملي الا تكون فاهم الجانب النظري. حاليا يعني خلينا نتكلم بصوره ثانيه في نفس النقطه، يعني المشاكل او المعاناه اللي بيعانوا منها اطباء الاسنان هنا في السودان عموما، يعني من خلال يعني تواجدك معاهم في المبادره في المستشفيات في الجامعات، شنو من المشاكل اللي بتواجههم؟ والله المشاكل يعني المشكله الوحيده ممكن تواجه اطباء الاسنان في السودان الامتياز. مشاكل الامتياز حاليا تقريبا يعني لسه في ناس تخرج من 2018 لسه ما توزعوه. والمشكله دي يعني هتكون بسبب انه مثلا انت في السنه بتخرج زي 1000 طالب، لكن الاستيعاب بتاعك في السودان كله تستوعب بس 600 طالب انك تتوزعهم. فلازم يكون في كنترول للحاجه دي عشان المشاكل دي تتعدى، ما يكون في مشاكل ثانيه. موضوع الامتياز وثلاثة سنه اللي بعد ذاك ينزل الطالب. يعني يا سيدي انا في ناس بعرفهم يعني احنا زمان كنا بنخش المجال ده بيخط في بالنا انه احنا هنتخرج بعد 6 سنين ما بعد 5 سنين. اللي هو سنه بعد التخرج هتكون بتاعت الامتياز راحت ساي. لكن هسه في ناس بيقولوا تحت الاداء بيقولوا بعد 3 سنين يعني امتياز ثاني. فالحاجه دي صعبه شويه يعني. في ناس كثار بيقولوا هنسافر برا هنعمل امتياز برا. الحاجه دي صعبه يعني. فلازم يكون في حل للموضوع. طيب انتم كحاليا اعضاء في المبادره وهي زي ما بقول هي رساله مجتمعيه وزي ما بنقول هي اجيال بتسلم اجيال. فحاليا يعني الناس المقبلين على الطب عموما او على طب الاسنان بالتحديد ناس السنوات الاولى للصف الاول او الصف الثاني، فهل في يعني عوامل مشتركه بيناتكم يعني بتكونوا معاهم لصيقين بهم دوما بحيث انه تعرفوهم على المجال تعرفوهم على الحاجات اللي ممكن يبدوا بها طريقهم وكذا؟ طبعا طبعا الحاجه دي يعني بتخص الرابطه في الكليه. يعني اذا انت عندك رابطه في الكليه اول ما تخش دفعه جديده مثلا دفعه سنول نقول عليهم البرعلبه اذا ما في رابطه في الكليه حيكونوا ضايعين. يخشوا محاضرتهم يطلعوا يخشوا محاضرتهم يطلعوا ما يكونوا فاهمين ايش. بعدين يعني السنين الاولى دي ما بتكون يعني مختصه بالمجال لسه زي ما انت خاش. تكون يعني لسه بتاخذ ماث فيزيكس كيمستري لسه ما خشيت في المجال. متطلبات جامعه واساسيات. ايوه, أيوة. فلازم يكونوا عارفين المجال ده بيتكلم عن شنو حتواجهك شنو من المشاكل دي. فدي بتكون مهمه الرابطه هنا في الجامعه. احنا عندنا في الجامعه يعني مثلا لما يخشوا السنه الجديده الناس ديل بنوريهم
حياتها بتحصل، وانتوا مثلا كان وصلتوا سنه ثالثه، اذا اشتغلتوا في المعمل ده طوال بيكون عندكم الفرصه انكم تشتغلوا في اعمال علاجيه ما مشكله، لكن اذا ما اشتغلتوا في المعمل ده لا هتكون فرصتكم ضئيله انكم تشتغلوا معانا يعني في الجانب العملي. ممكن يعني من خلال المعامل انتوا ذاتكم في المبادره يعني بتشوفوا الناس اللي ممكن يعني يقدروا يساعدوا تدعوهم يعني المبادرة ان ينضموا لكم وكده. بس المشكله انه الجانب العملي في المعمل ده بيكون مختص مثلا بالجامعه، يعني بتكون فيه اجهزه معينه عشان الزول يقدر يتدرب ويتعلم كويس في الحاجه دي عشان يكون عارف هيشتغل في شنو. فاحنا ما بنقدر يعني ندعمهم بحاجه زي دي الا تكون اشتغلت في الجامعه دي ذاتها. الا يكون اشتغلت في الجامعه. طيب من المشاكل حاليا يعني او الصعوبات اللي بتواجه المبادره شنو؟ حاليا ما في مشاكل كده اقدر اقولها لك، لكن بس يهم موضوع انه اذا كان في منطقه محتاجانا شايفين انه حاسين انه حاجه صعبه نطلب منهم ترحيل. فبس دي الحاجه الوحيده اللي بتواجهنا احنا ك يعني نفسنا نقول لهم ما دارين منكم حاجه بنجيكم طوال كده. لكن حاليا يعني الوضع متفقين الوضع صعب جدا يعني. أيوه. وحاليا يعني الناس بتحاول بقدر الامكان انها تتكاتف مع بعض عشان توصل رسالتها. فموضوع الترحيل يعني ان شاء الله نتمنى ما تكون مشكله يعني الناس تقف عندها، وانتم كمان ربنا يوفقكم ويسهل عليكم دائما. من النصائح او الارشادات اللي ممكن توجهها ان شاء الله لكل الناس اللي بتتابعنا حاليا من خلال برنامج صباحات سودانيه، ولكل الناس اللي بيعملوا في العمل الطوعي، ولكل الناس اللي بيكونوا قايمين بالمبادرات. بتمنى يعني انه حاليا يعني في الوقت الحالي السودان بقى في حاله صعبه جدا، بتمنى انه الناس كلها تقوم بمبادرات واعمال طوعيه لانه دي الحاجه الوحيده بتخفف على الناس حتى في المناطق، في مناطق والله العظيم مضره جدا. فبتمنى من الناس اي زول بيقدر انه يساعد ما يبخل طوال يقدم بس للعمل الطوعي. ان شاء الله. طيب يا يوسف انت ان شاء الله القافله الجايه وين؟ ولو الناس حابه انها تساعد ممكن تدعمكم بشنو؟ اليوم العلاج الجاي في ام درمان شركة سجن الهدى في خلوه الشيخ الرفاعي. نعم. ان شاء الله ربنا يوفقكم ويسهل عليكم دائما. شكرا لك كثير يوسف عابدين الامين الاعلامي او السكرتير الاعلامي لمبادره سواد الخير. شكرا ونورت لنا الصباح. يعطيك العافيه. تسلم يا محمد. بس حابب اشكر شخصيات كده معينه تفضل في المبادره دي. لو ما هم يعني ما كان قامت المبادره دي. في دكتور محمد يوسف بحب اشكره جدا يعني يعني هو الوحيد اللي ألهمنا على الحاجه دي يعني وقدم لنا يعني بوزيتيف انرجي زي ما بيقولوا. لو ما هو ما كان الحاجه دي قامت يعني. بحب اشكره من هنا واديه العافيه ويسلم ان شاء الله. كل التوفيق لكم كمان ان شاء الله. اللهم امين. تسلم يا محمد. الله يخليك.